وانا دايما بشوف ان قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك، وده هتكتشفوه كمان الفتره اللي جايه، يعني نادي الزمالك يمتلك منجم ذهب اسمه قطاع الناشئين. والدليل على كلامي هو مجموعه الاسماء بجد اللي شاركت مع الفريق خلال الفتره الاخيره. تعرف اللعيب الكويس منين؟ انك انت ما تحسش ان هو جديد على الفريق، سريعا جدا او بسرعه البرق انسجموا، بسرعه البرق اصبحوا اساسيين، بسرعه البرق تحس ان هم عايزين يعملوا حاجه علشان الفريق، بسرعه البرق قدروا ان هم يعلموا مع الجمهور. بقينا كل ما نكلم مثلا ناقد رياضي او كل ما نكلم حد من اللعيبه القدامى اساميهم اتحفرت خلاص مع الناس، الناس بقت عارفاهم بشكل كويس جدا، الناس بقت بتطالب باسمائهم ان هم يكونوا موجودين ومشاركين في المباريات. فانت قدرت في الفترة الأخيرة تدفع بعدد كبير من الناشئين، كان مثلا الناس بتنتقد بالعدد الكبير ده، ولكن انت قدرت تكسب مجموعة كبيرة جدا قادرة تسندك طبعا الفترة اللي جاية بقى، سواء في المنافسات لان انت عندك منافسات كتيرة جدا الفترة اللي جاية. قدرت انك انت تريح لعبتك الأساسيين عشان برضو المنافسات اللي عندك الفترة اللي جاية. فانت يعني الفترة الأخيرة دي انا شفت ان جوميز قدر يحقق منها عدة مكاسب، ف الراجل انا شايف ان هو قدر بصراحه يثبت نفسه وبنجاح وبقدره عاليه جدا. كل اللي محتاجينه هم طبعا كلاعيبه ناشئين هو فكره طبعا الدعم الزياده كمان من جماهير الزمالك، وفكره ان هم كمان يتعودوا على المكسب اكتر واكتر. المكسب اكتر واكتر ده هيديهم ثقه في نفسهم اكتر، والمكسب هيجيب مكسب. يعني انت بداتها من الجونه ام بي زد، ان شاء الله بكره طلائع الجيش وبعدها بلديه المحله، اصلا انت لازم تنهي مسابقه الدوري بالفوز، يعني دي هتفرق معاك بشكل كبير جدا. وكده كده الموسم ده بالنسبه لك انت كزمالك في الدوري خلاص، انت حاولت قدر الامكان، ما نافستش بس حاولت قدر الامكان ان انت تستفيد منه بلعبتك الناشئين، تستفيد منه بانك انت تريح لعبتك، تاهل اللعيبه، تاهل لعبتك المصابين. المهم ايا كان ايه اللي حصل، انت ما نافستش ولكن حاولت تستفاد علشان الموسم اللي جاي ده ما يحصلش. الموسم اللي جاي لازم نستعد له بشكل كبير جدا، عشان الموسم اللي جاي ان شاء الله من مسابقه الدوري يكون الزمالك منافس وبقوه، ومش بس كده لا، يعني واخد كمان بطوله الدوري ان شاء الله. ولكن طبعا كل التوفيق بكره ان شاء الله لفريقنا والمستر جوميز المدير الفني في مباراه طلائع الجيش، وكمان للاعبتنا.